خرجت شي هضره كتقول انه الرجاء باغي يعطيه ورحيمي ونزيدوا شويه الفلوس باش ياخذوا واحد الداد يخليوه في الرجاء بوغ بودكاست الفيستير نعيشوا البطوله. انا بغيت ندير واحد الريكاب خفيف على فين واصلين الهدافين ديال البطوله. الطوب 5 ديال الهدافين مازال في الدو بلاص الاولين ما تبدلوش، الهجوج ب 10 البيوتا وجوزيف غيدي ب 9 البيوتا. طرا تغيير اللاعب اسماعيل خافي نزل هو الاخر 8 البيوتا، ولاعب صمد مباركي وكريم بركاو ماركاو بيت بيش كل واحد يطلع الرصيد ديالهم 9 البيوتا ويجانبوا اللاعب جوزيف غيدي. دونك حتى دابا مازال ما معروفش شكون اللي يقدر يكون هداف ديال البطوله. هذا هو الترتيب الحالي. للتذكير فقط حنا كنسجلوا هذا الابيزود قبل من الماتش ديال الوداد البيضاوي ضد حنا دابا الوداد مع الاخرى مع خريبكا مع اولمبيك خريبكا. دونك الى ماركا جوزيف غيدي ولا ماركا شي واحد من هاد التوب 5 هادو، دونك جوزيف غيدي حيت من بعد لعب الجيش وجديده اكزاكتو. حنا دابا راه اليوم 12 اوت قبل ما يبداو الماتشات ديال الاسبوع 21 اكزاكتو. دونك الى بغيتي رابيدمون بيسكو غاز كنقول في لي ليست نقول لا ليست ديال الماتشات ديال الاسبوع 21. مرحبا مرحبا صافا. دونك هما جوج الاولين يلاه قلنا دابا الوداد وخريبكا اليوم مع 8 ف مركب رياضي محمد الخامس في كازا. الماتش اللي موراه جديده وجيش الملكي ملعب بن حمد العبدي مع العشرة اليوم النيت. كيبقى الثلاثاء غدا يعني كاين اتحاد طنجة وبركان، ولكن هذا عليه جدل كبير حيت مورا الجائحة مالوغوزمون واللي صابش فريق اتحاد طنجة دابا كاين كلشي تيقول بان الماتش اللي يتأجل. مازال جو بونس با كان شي بلاغ رسمي ديال الجامعة، ما بانش لي اون توكا حنا مازال ما لقيناهش. راه كندخلوا لسيد الجامعة مازال ما لقيناهش يعني، ولكن في كاع لي سيت كاع لي زارتيكل تيقولوا بان هذا الماتش هذا ميمكنش يتلعب. دونك كاين ريبورت غنشوفو ديك الساعة معياش، ومالوغوزمون دابا البطولة هاد لي ريبور هادو كنا عارفين بأن الجائحة إلا صابت شي بشي طريقة فريق كبير إن شاء الله ما تكونش شي حاجة اللي كبيرة ونتمناو فوالا بغينا نبقاو أجور. نتمناو أن فريق اتحاد الطنجاوي أنه يقدر يرجع لو بلو طو بوسيبل إن شاء الله، والشفاء العاجل لجميع الناس المصابين في هاد الفريق. أون توكا من غير هاد الماتش هذا اللي مازال ماشي سور، كاين فريق حسنيش أكادير مع فريق الرجاء البيضاوي في ملعب أضرار أكادير. هذا ماتش كبير، رجاء بيضاوي راه سافروا بالطائرة باش قال لك باش اللعابة ما يعياوش، شوز كي لوجيك. موراه كاين فريق يوسفية برشيد اللي واجه فريق مولودية وجدة في ملعب البلدي لبرشيد غدا نيت. يكون ماتش زوين تاع هذا. أييه إكزاكتومون، غادي يكون ماتش ونشوفوا بن الشيخة شنو غادي يدير برا التيران ديالو. موراه كاين أسفي مع المغرب تطواني في نص النهار نيت مع العشرة في ملعب المسيرة الخضراء بأسفي. نشوفوا واش اسفي هادي تبغي ترجع مورا الهزيمه ديالها مع فريق الرجاء البيضاوي، ونشوفوا اوميم طون مغرب شيطواني اللي دار ماتش كبير مع فريق الرجاء نيس السيمانه اللي فاتت. دونك ماتش يكون حراق حتى هو. المحبين ديال كره القدم ننصحكم تشوفوا هذا. واخيرا فريق الفتح الرباطي ضد فريق رجاء بني ملال بمدينه الرباط مجمع رياضي الامير مولى عبد الله. هذا حتى هو يكون ماتش كبير حيت ما نساوش ان فريق فتح الرباطي راه من توب 5 ديال البطوله حاليا. دونك حتى هو خصو يبين دابا الا ربح الماتش راه يزيد يتزاحم معهم، الا خسر يقدر يولي من دوك اللي كيتنساو. دونك غنشوفوا هذا الماتش هذا كيدير، خاصه ان فريق رجاء بن ملال عنده تركيبه انتريسونت بزاف. نعطينا كلكو نيوز بعدا. اول حاجه هي انه حميده حداد ربح الفوت اللي كنا دايرينو السيمانه اللي فاتت في لاباج انستغرام تريبون بويما. مبروك اللاعب حداد. لو دوزيام بوين هو خرجت شي هضره كتقول انه الرجاء باغي يعطيه ورحيمي ويزيدوا شويه الفلوس باش ياخذوا حداد يخليوه في الرجاء بوغ فهمتي باش يسنيو معاه عقد. وضروري ناكدوا بان هادشي ما كاينش شي حاجه اللي اوفيسيال، ما كاينش شي حاجه رسميه غير اشاعات كيدوروا. حنا كنتبعوا شنو كيتقال في الانترنت حتى دابا. اكزاكتومون كاينين اشاعات عاوتاني كيقولوا انه رضا هجوج ما بغاش يرونوفلي مع اولمبيك خريبكا، وكيقولوا بانه يقدر يعقد يسيني عقد مع فريق الفتح الرباطي لمده 3 سنوات. اخويا اللي كانت هاد القضيه بصح غادي تكون خساره كبيره فريق خريبكي وربح كبير للفريق الرباطي. الفتح الرباطي سورتو عندهم واحد انتوما عندهم ينكيت لي زوينه. كاينه لا بوسيبيليتي باش يتانولا باش تانولا لا كوب دارب. دابا هو تيقول لك فهمتيني يعني كيدرسوا الدوسي، هي بوسيبيليتي قليله غادي دير جمع العام في الاخر ديال السيمانه. وفهمتيني من ضمن لي بوسيبيليتي اللي باغيين يديروا، هما عندهم بزاف خيارات باش انهم يتادابطوا مع جائحه الكورونا. هذا غير هو قال لك من ضمن كاين واحد الاحتمال صغير انهم يانوليو كاع البطوله، واللي هو صراحه ما كنتمناو ما يكونش فهمتيني. مازال كاين الفراجه.
نهيري ما بغى نهيري دابا راه اون فان دو كونطرا مع الوداد فان دو كونطرا بليسال راه السيد كيتبرونزا فاقسو لاعب فان دو كونطرا دابا حنا بغينا غير نعرفوا واش انه النهيري غادي يقدر يرجع للوداد ولا لا فوالا هو صراحه لوجيست كمقاصح شويه مع يعني فريق الوداد ما عرفتش واش يقدروا يدوزوا عليه فهمتيني لحد دابا هو شنو العذر اللي تيقول هو انه هو سالات ليه الكونطرا ما عندوش شي بوند كيقول ليه خصو يبقى حتى الفان دو سيزون دونك سالت لي كونطرا قال لك انا الا مشيت تتبلاصيت مع الوداد واش غادي واش يعقلوا عليا ولا لا هي هضره كبيره غير عاوتاني كتدخل ديك القضيه ديال راه حتى الفيفا راه دارت واحد التغييرات استثنائيه مع جائحه كورونا راه كانوا بزاف ديال لي كونطرا حتى في الاوروب اللي كانوا تالونجاو واحد شويه المده اللي كان ديال التعطال ديال كورونا ولكن ما تنساش كره بحال دابا مثلا كافاني ما بغاش يكمل لا سيزون مع باري قال لا حيت هو عنده فان كونطرا حتى هو بحالو بحالنا بالنسبه لي حاله استثنائيه ولا في حاله ما كانتش مفهمه صراحه راه غادي تبقى ديك الساعه الهضره ديال المحاميين حنا ما بغيناش كاع نوصلوا لهذه اللاعب النهيري يعني حنا كنتفهموا فهمتيني سي سالات لي كونطرا قال لك سالاش كونطرا اونوري ايمي انك كان طرا شي نيغوسياسيون مع فريق الوداد البيضاوي وبغاو زعما فهمتيني برولونجيو ليه الكونطرا كانوا يخرجوا من باب واسع باسكو ما طراش البرولونجمون ديال الكونطرا يعني هذا الميركاتو هذا خصنا نتسناو نشوفوا الوجهه الجايه ديال اللاعب النهيري سيرتو ان صراحه جميع الفرق ديال البطوله الوطنيه اليوم يتمناو يكون عندهم لعيب بحال النهيري ويلا قلت لك كاينين ديرومور بعدا ديرومور كنستر على ديرومور استر اخويا مزيان استر على ديرومور كو كاينين المفاوضات ما بين وكيل اعمال النهيري والراجل واخويا هنا غادي نشوفوا ما عرفتش شكون القضيه فهمتي مازال هادي بيسكو ماشي كثرش بزاف هاد القضيه هادي غير اشاعه بيسكو ماشي سير يعني مازال نتبعوا الميركاتو شي طرا فيه اون توكا جو بونس با ان الجمهور الوداد البيضاوي انه يقبلها من اللاعب النهيري حاجه اخرى وصراحه فهمتيني يعني هادي كتبقى غير العاطفه من اللاعب راه اوني بروفيسيونيل فهمتيني اوني بروفيسيونيل اللاعب من حقه يمشي غير هو راه كتدخل العاطفه راك عارف فاش كتولي الهضره ما بين الرجاء والوداد صافي ديك الساعه كتحيد لا لوجيك كتبقى غير العاطفه الناس راه كيف فهمتيني واحد الحب كبير بزاف اللي فهمتيني صافي راه كتكون واحد العلاقه بين الجمهور وبين اللعاب اللي كتجيهم فهمتيني قاصحه شويه ديك اللعاب يبدل مي بون حنا دابا ما نبيعوش حوت في الماء مازال ما شناش نطره نيت في الميركاتو نيت انا كنت شفت شكون المحمديه محيح نيت يعني مورا الاخبار ديال المرابط مورا الاخبار اللي كانت قبل اخر واحد طرا اتفاق معاه وكان دا غير اتفاق اولي مع اللاعب زكريا كياني ديال الركاز وبالنسبه ليا يعني فريق شباب محمديه راه غادي فهمتيني خطه ثابته خدام تيجمع واحد الفريقه راه خدام تيوجد مزيان البطوله ديال القسم الاول الى بقى غادي على هذا المنوال هذا وداز القسم الاول ان شاء الله صراحه اخر خبر عندي هو ماشي خبر غير هو الهضره كدور كيقول لك انه المصريين كيطالبوا الكاف باش يلعبوا لي ماتش روتور ديال تشامبيونز ليغ في مصر بالبوبليك ديالو هادو راه مراد هادو في الرجوله هادو راه حماق شوف اش كيقلبوا هادو صراحه ما يمكنش عاوتاني فهمتي الكاف جو بونس خصها تخرج بشي شي قرار رسمي انه راه غادي تلعب لي ماتش سواء يتلعب كلشي ويكلو سواء يتلعب كلشي جمهور او بيغ ديك الا كانوا الاخرين غادي يديروا عليهم بريسيون يتلعب في ماتش واحد كما دايرين بوغ لا كاف من حقه يبغي جمهور انا بغينا جمهور من حقه غير لك وعليك فهمتيني الا لعبتي بالجمهور حنا نلعبوا بالجمهور راه حنا حتى شي مشكل فهمتيني غير ماشي حنا لا وانتم هادي اللي ما بغيناش فهمتي وانا جو بونس شوف راه ما كاينش استيبه في البلاد فهمتيني ما كاينش استيبه في افريقيا سيرتو ان دابا مع الجامعه الجديده ولاو فهمتيني بلوس امبليكي في لاكاف يعني جو بونس ان لا الجامعه لا عن طريق فهمتيني في النيفو ديال الفرق المغربيه انا ما غاديش يسكتوا على القضيه وغادي تكون دي نيغوسياسيون باش ان شاء الله ما يطراش عاوتاني شي مشاكل اللي وصل للطاس واللي وصلوا ديك شد ليا قطع لك ان شاء الله ما نوصلوا لوالو دونك جو بونس كو سالينا اذا عندك شي حاجه اخرى باش تقولها ولا انا خويا عندي غير واحد جوج اخبار على السيمانه الجايه صراحه ان راه قلتها قبيله بالزربه ان فريق وداد البيضاوي دي استرجع الخدمات ديال اللاعب بديع اوك مي مالوغوزمون مشى اللاعب اوكومارا مينيموم واحد 5 ماتش والخبر الثاني هو على الماتش ديال اليوم النيت ديال الجيش الملكي كونتر الدفاع الحسني الجديدي انه غادي يكون غيابات كثيره في هذا الماتش في جهه فريق الجيش الملكي غادي يكون دونيس بورجوس وايمن شباني ما غاديش يكونوا في الديفونس بعد التوقيف وجوج لعابه اخرين اللي هما محمد فكري ويوسف توتو حتى هما ما غاديش يلعبوا لداء اصابه واللاعب يوسف توتو حتى هو ما يقدرش يكون لي زابسونس من جهه فريق الدفاع الحسني ان
لعب سليمان العمراني فهمتيني نطلبوا ليه الشفاء العاجل لان حتى هو اصيب بمرض كورونا وهذه ما يقدرش يلعب لا هو لا اللعابه اللي كانوا قراب ليه اللي هما بلال المكري جواد خلاق وانس النيه وان بلوس دو سا ما يلعبش حتى باكارين دياي اللي يلاه رجع موريتانيا وخصو مازال يصفي الامور ديالو مع الفريق ديالو دونك فوالا غادي نتمنوا ان الفرق يقدروا يسيروا المباراه ديال هذه الليله سيرتو ان غادي يكون ماتش كبير ونتمنوا الحظ اليوم بجوج وكل ميور كان ان شاء الله اكزاكتومون هادشي كامل غير حنا باش نتفرجوا ان شاء الله في كره مزيانه ونتمتعوا هذا هو لوبجيكتيف خير الختام دونك كنكونوا وصلنا للاخر ديال الحلقه الثانيه ديال بودكاست الفيسير ديال تريبيون بوينت الا كنتو مازال واصلين حتى لدابا كتسمعوا شكرا بزاف فولوونا ديروا سبسكرايب في يوتيوب فولوونا في انستغرام ديروا لايك في فيسبوك باش توصلوا بالجديد ايو سيت تبقاو تفوتيو على احسن البيوت اللي كيتماركاو في البطوله في كل سيمانه وما تنساوش صيفطوا البودكاست الناس اللي كتعرفوا ان عزيز على البطوله باغي نعرفوا اخر اخبار البطوله باش حتى هما يكونوا عارفين وتم يفوتوا معنا في انستغرام شكرا شكرا لكم على سيمين بروشين وفرجه ممتعه مع جميع المقابلات ديال هذه السيمانه السلام عليكم بودكاست الفيستير نعيش البطوله.